لأن جميع توابل الإثارة واللعب الجميل حاضرة بمناسبة إجراء هذه المواجهة الكلاسيكية بين نسور الهضاب صاحب الأرض وفاق الصيف وضيفه مولودية العاصمة. برد شديد وطقس بارد وبارد جدا هنا بمدينة الصيف. صفوف ستساقط على أرض الاستثمار وعلى مدينة الصيف ككل، إلى أن الجمهور كما عودنا أباء أن يحضر وأن يحضر بقوة لمتابعة هذه المباراة التي تحمل رقم 64 بين وفاق الصيف والمولودية العاصمية. والجمهور ذواق يعشق كرة القدم حد الجنون، والدليل على ذلك وبالرغم من برودة الطقس وسقوط أو تهاطل الثلوج إلى أن الجمهور حاضر وحاضر بقوة هنا لمتابعة هذه المباراة وعن قرب بين صاحب الزي الأبيض وفاق الصيف وضيف مولودية العاصمة، وكلاهما يحتلان نفس المرتبة أي المرتبة السابعة. للتذكير الوفاق والمولودية كما أسلف متواجدين في نفس الرتبة، وكلاهما يبحث عن الاقتراب أكثر من الواجهة. فالنسر الأسود بقيادة رشيد بالحوت الكوتش الجديد أدى يوم الخميس الفارط مباراة كبيرة أقنعت وأسعدت الآلاف من مناصريه الذين غزوا ملعب أول نوفمبر بباتنا. كانت هذه سيداتي سادتي دقيقة صمت ترحما على أب أو والد لاعب مولودية العاصمة لاعب كونديبالي الذي وافته المنية غضون الأسبوع الفارط. كانت دقيقة صمت إذا كنا أحضرنا لها. وفي هذه الأثناء السيد بالقاسم حكم اللقاء الذي يدير هذا اللقاء بمساعدة واضح وبالخير يعلن عن بداية هذه المباراة ووسط طقس بارد وبارد جدا. كرة ملعوبة في وسط الميدان، وقبل هذا من دون شك الجمهور ينتظر في تشكيلة الفريقين. هناك غيابات كثيرة لكن سنستعرض معا هذا حاج عيسى يتمتع في الأسابيع الأخيرة بفورمة طيبة وكان أدى مقابلة كبيرة وكبيرة جدا أمامكم. حاج عيسى الأزهر من مواليد 84 مايسترو ورقم 10 وفاق الصيف. رغم الثلوج ورغم برود الطقس إلا أن الجمهور أعيدها للمرة الألف حاضر وحاضر بقوة ومن دون شك، وكما عودنا وعلى حد التعبير بالحوت الذي اندهش وأبهره هذا الجمهور. قال بالرغم الثلوج وبالرغم من برود الطقس إلا أن هذا الجمهور سيكون للوفاق بمثابة السند المعنوي الكبير وسيكون بمثابة اللاعب الثاني عشر. من هناك دلهوم اللاعب الشاب وتدخل بابوش صاحب الإصابة الجميلة والقوية أمام إنبي المصري. نذكر أنه فريق مولودية العاصمة بالرغم من إقصائه في بطولة العرب أبطال العرب إلى أنه أدى مقابلة الإياب أداها بشرف وأدى مقابلة كبيرة، هدف من دهان نور الدين وهدف ثاني وجميل جدا من بابوش. تشكيلة الفريقين بالنسبة للضيوف: عبدوني بابوش، بوعصيد أبو ضياف، بوزيد ضميت، بوغاش، حماد ويونس دهام وباداش. بالنسبة للبدلاء لدينا مكسر، ثقة الدور، معيوف، العربي، خضري وبارودي. والحارس الثاني اللي هو عز الدين يدرب بالتشكيلة. التشكيلة العاصمية كما معروف نور الدين سعدي الذي سبق له وأن أشرف على العارضة الفنية لوفاق الصيف وبالتالي يعرف جيدا بيت وفاق الصيف. بالنسبة للوفاق مزاير دلهم يخلف معيزة وقوية وجانبية، أول كرة خطيرة. قلت كلاهما يتمتع بفورمة طيبة. المولودية التي حققت نتائج طيبة وممتازة وتريد أن تواصل سلسلة النتائج الطيبة، وبنفس الحال بالنسبة لوفاق الصيف كلاهما فاز في الأسبوع الفارط في تصفيات كأس الجمهورية الجزائرية.
وعيد تشكيل فريق الفقط الجزائر دلهم يخلف معيزة دبوس نحلوع بانو ناس بن شايرة خاجيسة بالطواف وبرحلي البدلاء دراج فلاحي رئيس بوعظم جابو زروال وقريشي يدرب تشكيل الرفاق الكوتش رشيد بالحوت الذي حقق نتائج طيبة مع الوفاق أي منذ قدومه وإشرافه على العارضة الفنية للوفاق. كرة في وسط الميدان ومعركة تكتيكية كبيرة وكبيرة جدا في وسط الميدان تحت أزيج وصيحات من على مدرجة ملعب الثامن ماي 45 المكتظ تقريبا عن آخره بالجمهور بالرغم الجمهور أبى أن يحضر وأن يتابع عن قرب هذا اللقاء الكلاسيكي بين الوفاق وبين المولودية العاصمية. الكابتن بورحلي من هناك دور بالكرة نتاعو كرة بالعرض ميل خشالية دلهم وضرب التماس لمصلحة مولودية العاصمة من سيتولى التنفيذ بابوش قريب من الكرة ونذكر بأن عيادة الفريقين مكتظة عن آخرها بالنسبة لوفاق الصيف. لدينا دفنون زربي بن سعيد وزيايا كلهم غايبين وكيطة طبعا بعد تلقيها البطاقة الصفراء معاقب. أما بالنسبة للمصابين قلت دفنون زربي بن سعيد وزيايا بالنسبة لبلدية العاصمة باجي بالعيد شاوش حجاج كوليبالي سيدابي سيدي والجروت المعاقب. إذا غيابات كثيرة في صفوف الفريقين بابوش طويلة وأمامية ناحية من هناك دهام رقم 11 لكن كرة سهلة بالنسبة لدفاع وفاق السيف. كرة الآن لبطواف يحاول يرفع راسه يبحث عن رفيق على الناحية اليسرى يجد يخلف ثم حاجة عيسى الأزهر وخروج الكرة ضرب التماس ولمصلحة وفاق الصيف ونلعب سيداتي سادتي الدقيقة الخامسة صفر مقابل صفر بين وفاق الصيف باللباس الأبيض ومولودية العاصمة بزيها التقليدي والعادي الأحمر والأخضر. إعادة للميدان من قبل بوذيا رقم ثلاثة ثم من هناك بنو ناس وكورة بالعرض الرياح العكسية تعيق نوعا مسير الخصم لهذه المباراة التي ننتظر منها وينتظر منها الجمهور الغفير والغفير جدا اللي يحضر هذا اللقاء. باداج وعملية الخطوات بينه وبين بوذياف ثم من هناك يحاول يتوغل رقم 6 زميت يخليها رقم 29 و تسديدة قوية جدا تسديدة قوية من حمادو وبين أحضان الحارس مزاير الذي كان في المكان المناسب. أول لقطة خطيرة وساخنة ولمولودية العاصمة حمادو كان وجد وجه تسديدة قوية لكن مزاير كلا بالمرصاد. إعادة للميدان ومن هناك بن شعيرة اللي يلعب دور كبير في استرجاع وبناء اللعب في وسط الميدان طويلة وبعيدة للأمام للمولودية التي تريد الاستحواذ على المنطقة الحساسة هي منطقة الوسط. بوغاش من هناك وعلى الناحية اليسرى يحاول الفتح و بالطواف وأمامه يخلف ثم حاجة عيسى الأزهر يدور بالكرة نتاعو وتقريبا عملية رجل لرجل حاجة عيسى من جديد في وسط الميدان معيزة يغير تماما كلية ناحية اليمين من هناك للشاب دلهم واحد من العناصر الشابة اللي تم إقحائهم مؤخرا في تشكيل في فقه الصيف والكل راضي بمردود هذا اللاعب الشاب بخالفة يقول السيد بالقاسم ولمصلحة مولودية العاصمة في الدائرة المركزية أي في وسط الميدان. مخالفة إذا غير مباشرة يقول السيد بالقاسم ملعوبة بسرعة بين عناصر مولودية العاصمة في وسط الميدان. تدخل دلهم بوغاش أخذ ورد بين عناصر المولودية هذا باداش يفضل يناور على الناحية اليمنى باداش وأمامه يخلف تقص الكرة تفتك معيزة
والحلوح سليم وخروج الكرة ضرب التماس. نذكر سيداتي سادتي إنها المواجهة رقم 64 بين المولودية العاصمية ووفاق الصيف. حاج عيسى في وسط الميدان، من هناك غير تماما لبن شيرة، يرفع رأسه والبحث عن رفيق، تمريرات على شكل مثلث، بورحلي يحاول يدعم خط الوسط، حاجة عيسى وممتازة، لقطة فنية ممتازة بالكعب لبورحلي وخروج الكرة ضربة تماس أمامكم. قناص الأهداف وكما يلقب الثعلب بورحلي من مواليد 74، وكرة لمصلحة بابوش ودفاع المولودية. بابوش وخروج الكرة يقول للحكم لمصلحة وفاق الصيف ضربة تماس. مع لحلوح ثم بن شعيرة، كرات بالعرض تمشي بين عناصر وفاق الصيف الذي يستفيد من عادة للميدان. ضربة تماس، شوف ما فيش تسامح مع حمل الكرة في البداية هذه، وتبقى الأجواء ساخنة وساخنة جدا في المدرجات، مدرجات ملعب 8 ماي 45. وخالف يقول الحكم بوزيد ملقى على الأرض، يقدم له الإسعافات الأولية. إن شاء الله سلامات لبوزيد أمامكم من مواليد 83. شوف الإعادة مرة أخرى والتدخل وسقوط بوزيد، إن شاء الله سلامات لبوزيد. نذكر وفاق الصيف ومولودية العاصمة يحتلان الرتبة السابعة ب 29 نقطة. أو في الجولة رقم 20 الإعادة مرة أخرى، وبوزيد ينقل خارج الميدان. إن شاء الله سلامات. هذا جانب وفاق الصيف البدلاء بقيادة رشيد بالحوت الكوتش الجديد لوفاق الصيف، يستأنف اللاعب ومع بن شعيرة في وسط الميدان. بن شعيرة مراقبة بالصدر، يحاول يبعد الكرة، لكن من هناك باداش ودهاب يشكلوا القاطرة الأمامية لمولودية العاصمة. لهما يلعب بشكل جيد في منطقة العمليات، باداش ونور الدين دهان. إعادة للميدان من بابوش ثم بوغاش، وإعادة للميدان مرة أخرى. يدخل المعافى بوزيد بعد ما قدمت له الإسعافات خارج المستطيل الأخضر بطبيعة الحال، مع يخلف طويلة بعيدا إلى الأمام، وبورحلي بورحلي وتدخل مروان عبدوني. مروان عبدوني الحارس السابق في صفوف اتحاد العاصمة، حارس دولي، إمكانية طيبة للحارس مروان عبدوني. دحام نور الدين كعاتو، عملية خذوات بوغاش، بوغاش بالعرض صوب دحام، ويسترجع الوفاق الصيفي الكرة عن طريق بالطواف برحلي وبالطواف والحلوح. خروج الكرة أمام انذار حمادو دهام نور الدين. دهام دهام كرة بينية لبوضياف، بوضياف أرضية، والحكم يقول خطأ لمصلحة وفاق الصيف. مساير يتأهب لتنفيذ المخالفة. الرياح قلت تعيق السير الحسن لهذه المباراة، ويصعب التحكم في الكرة.
قبل اللاعبين موحاج عيسى، وتدخل قوي من دفاع مولودية العاصمة بصعوبة كبيرة. يتحكم اللاعبين في الكرة، فيه ثلوج ورياح قوية تهب على الملعب، الأمر الذي يصعب من مهمة اللاعبين والتعبير عن إمكانيتهم الحقيقية الفنية. بطبيعة الحال إعادة للميدان صوب دهان معيزة وخروج الكرة في ظروف مناخية صعبة وصعبة وصعبة للغاية. تجري هذه المقابلة بين وفاق الطيف ومولودية العاصمة. بانو ناس لبورحلي ثم بابوش، بانو ناس يسترجع الكرة، من هناك تلهوم وخروج الكرة إلى تماس. لحلوح حمادو مباشرة ناحية باداش، يغير مكانه تارة على اليمين واخرى على اليسار. باداش حكم يقول لمصلحة مولودية العاصمة. رؤية، حتى الرؤية تصعب، ظروف مناخية صعبة وصعبة للغاية. أمامكم يونس رقم 29 من مولودية العاصمة. تبقى المعركة كبيرة وكبيرة جدا في وسط الميدان. الثلوج الآن تتساقط وبغزارة، الشيء اللي صعب أيضا من مهمة اللاعبين فوق أرضية الميدان، لكن يبقى الجمهور يصنع في الفرجة في المدرجات كما قالها أحد مناصري وفاق الطيف. فلتعصف العاصفة، فلتهب الرياح، فلتسقط الثلوج، فلتتساقط الامطار، فلتسقط الامطار. مناصر وفاق الطيف ونتابع مقابلاته عن قرب. هذا بالنسبه للمناصرين الاوفياء بطبيعه الحال، يصنعون الفرجه ويشجعون فريقهم في الضراء وفي السراء، لكن في اطار رياضي، مؤكد في اطار رياضي. حمادو بين ثلاثه من عناصر وفاق الطيف وحاج عيسى. حاج عيسى لحلوح، لحلوح لم يتحكم في الكرة وخروج الكرة إلى تماس. هذا بورحلي القائد، بورحلي ثم يخلف وانطلاقة من باداش عن طريق الهجوم المعاكس. خمس مدافعين ضد زوج مهاجمين، باداش ينطلق وفي التغطية دبوس كان في التغطية وأبعد الكرة إلى تماس. أمامكم باداش وحراسة مضروبة عليه من قبل الشاب دبوس. عملية رجل لرجل، مراقبة لصيقة على كل لاعب. بابوش وبصعوبة كبيرة. ظروف مناخية صعبة وصعبة للغاية، صعب من مهمة اللاعبين فوق أرضية الميدان. بنو ناس مباشرة لبلشيرة على ودلهوم من هناك على الناحية اليمنى. الحكم يقول تماس لمصلحة فاق الطيف مع بورحلي. يصعد بورحلي، ماذا يفعل؟ إلى حاج عيسى، يحاول يتوغل حاج عيسى، يتوغل حاج عيسى. حاج عيسى خطير جدا لما تكون عنده الكرة. حاج عيسى في فورمة طيبة، يحاول يتوغل وخروج موفق
للعبدوني والدفاع نتاعو، وضربة زاوية ركنية لمصلحة وفاق الصيف داخل الركنية هذه في منطقة الجزاء وبدون نتيجة، بدون نتيجة، بدون نتيجة. ونلعب 18 دقيقة من المرحلة الأولى، صفر مقابل صفر بين وفاق الصيف بالزي الأبيض ومولودية العاصمة. مع حجيسة، حجيسة بنو ناس، بنو ناس ما توصلش الكرة، مولودية العاصمة الدافع كما ينبغي في بداية الشوط الأول هذا، وتعتمد على الأسلوب المباشر من الدفاع رأسا إلى الهجوم، وصوب الثنائي المشكل للخط الأمامي، أعني دهام وبداش، وتغيير باستمرار للثنائي، تارة دهام على اليمين وتارة على اليسار، ونفس الحالة بالنسبة لبداش، يغيروا باستمرار الأماكن نتاعهم مع حمادو، مادو لبابوش، بابوش، بابوش وحمادو من جديد، حاول يصل الكرة لبوغاش، بوغاش يطلب الكرة دهام، بوغاش يغيب باجي صاحب الإصابة الممتازة في لقاء ذاب وممتازة، بابوش حاول يسدد من بعيد، قلت باجي كان سجل الهدف من أروع ما يكون في مقابلة الذهاب التي جمعت الوفاق بالمولودية بخمسة جولية، كنا من الأهداف النادرة اللي كلنا شفناها. باجي اليوم يغيب عن اللقاء، فيصل الباجي اللي أدي في موسم طيب مع مولودية العاصمة. حاج عيسى، حاج عيسى بسرعة لكن بدون نتيجة، والمروان عبدوني ثقة كبيرة بالنسبة لهذا الحارس، حارس دولي، عيدة وإلى الأمام، معيزة في التغطية وفي المكان المناسب، اللاعب السابق في صفوف شباب قسنطينة، بالطواف، بالطواف والتمريرات بالعرض بين عناصر وفاق الصيف، والبحث عن الحلول واختراق دفاع المولودية المتجمع كما ينبغي، والملتف حول الحارس نتاعو مروان عبدوني، انطلاقة من زميت ثم بابوش، زميت من جديد في وسط الميدان، وحاج عيسى، حمادو يحاول، الحكم يقول مخالفة لمصلحة حمادو المولودية، تنفذ مباشرة لبابوش، وشوف الإعادة مرة أخرى، وفي خطأ على لاعب رقم 23 حمادو من مواليد 80، الرؤية تصعب بالنسبة للاعبين، خروج الكرة تماس يقول للحكم السيد بالقسم بمساعدة واضح وبالخير، الحكم الرابع هو السيد والشان فاروق، أما محافظ اللقاء فهو السيد بغورة محمد رئيس الرابطة الجهوية الباطنية لكرة القدم. لو كان الطقس جميل لكنا حضرنا مقابلة كبيرة بين الفريقين، خاصة قلت أن كلاهما يتمتع بفورمة طيبة، وكلاهما سجل في الأسابيع الأخيرة نتائج طيبة، لأنه الطقس حال باش نشوف كرة قدم جميلة ووجبة كروية دسمة مع حاج عيسى. حاج عيسى يغير لليمين مع بن شعيرة، بورحلي ولمسات قصيرة بين عناصر وفاق الصيف، بنو ناس اللاعب هذا اللي استقدم في الميركاتو وتأقلم بسرعة في وسط ميدان وفاق الصيف، بنو ناس لبن شعيرة من هناك، وتدخل بابوش خريج المدرسة السكيكدية، بابوش معيزة، كرة بينية بالطواف، انطلق يخلف، والكرة سريعة وسريعة جدا، وأرضية الميدان الزارجة لا تساعد على التحكم الجيد في الكرة. حمادو في وسط الميدان كهمزة وصل بين خطي الدفاع والهجوم مع معيزة، وتمريرة بالصدر على طريقة الكبار مع يخلف، 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 وحمادو في استرجاع الكرات، حمادو يؤدي في دور طيب في وسط الميدان،
ثم بوذياب يغير تماما ناحية بوغاش، بوغاش وتدخل دبوس لحلوح بورحلي، ما فيش تسامح مع حامل الكرة. مع من يخلف الآن؟ على الناحية اليسرى يخلف، وبالطواف وخروج الكرة ما تخرج الكرة مع بوذياب، ولمصلحة المولودية العاصمية. فائزة والمتأهلة على دار البيضاء الأسبوع الفارط في تصفية كأس الجمهورية الجزائرية. أما وفاق السي فقد أدى مقابلة كبيرة بملعب أول نوفمبر بباتنا، وتمكن من ثلاثية ومردود طيب أمام اتحاد بسكرة 3-1. الحكم يقول مخالفة ولمصلحة وفاق الطيف. معيزة طويلة وإلى الأمام ناحية بورحلي، ما توصلش الكرة، يخلف بسرعة، يحاول ناحية بطواف، عملية الوانتو خضوات، يخلف أرضية وما تمرش، تبقى عند بنو ناس، يحاول من بعيد من بعيد، وضربة 6 أمتار 6 أمتار لمصلحة العبدوني ومولودية العاصمة. المواجهة 64 رقم 64 بين مولودية العاصمة ووفاق الطيف. العبدوني بعيدة أمامية طويلة وأمامية، معيزة يسترجع الكرة، يوناس يقول الحكم تعاد. مباراة تجري بين مدرستين كبيرتين في بلادنا. كلاهما فاز بالبطولة الوطنية، وكلاهما فاز بكأس الجمهورية، وكلاهما أيضا فاز بكأس إفريقيا للأندية البطلة. المولودية العشوف لنا تدخل قوي على حاج عيسى، قوي جدا من الخلف، والحكم يعلن عن المخالفة. حاج عيسى ومراقبة لثقة. حاج عيسى أمامه زوج مدافعين، يفضل لي يخلف، ثم بورحلي يتمكن من المراوغة، بورحلي يحاول يفتح، والدفاع نتاع المولودية منظم في هذه الأثناء كما ينبغي. المولودية التي فازت بأول لقب إفريقي أيام باشطا بطروني عمر، باشي الزبير، كاوا عبد النور، وشلة من اللاعبين الكبار آنذاك. وفاق السيف فقد فاز وقت الاخر 88 بكأس افريقيا للاندية البطلة بلاعبين كبار امثال بلجب الله الدراجي، سرار عبد الحكيم، الرئيس الحالي للوفاق عجيسة، الميسرو نتاع الوفاق انذاك. بنو ناس سرعة، بن شايرة حاول يصل الكرة لدلهم مع بابوش، وفي نهاية المطاف مخالفة لمصلحة وفاق الطيف، يعلنها الحكم السيد بالقسم. مخالفة لوفاق الطيف في التنفيذ بنو الناس، وفيه تغيير بالنسبة لوفاق الطيف. رئيس رقم 18 أمامكم الحكم السيد بالقاسم، 39 سنة. خروج رقم 19 دبوس اللي يعاني من إصابة، ودخول رئيس. إن شاء الله السلامات للشاب دبوس. ملعوبة ناحية نقطة الجزاء بسرعة، ليخلف للوراء، يخلف أول كرة للاعب البديل رايس بالعرض،
لحلوح لحلوح بانوناس يوفق في المراوغة ويصال الكرة لبورحلي، يرفع راسه بورحلي، بورحلي وعد الهوم وممتازة ممتازة. النية كانت طيبة من الشاب دلهم اللي أدي في مردود طيب في الأسابيع الأخيرة هذه. ناحية القائم الثاني شوف العمل الجميل، وباليمنى ناحية القائم الثاني وكاد حاج عيسى، حاج عيسى كاد يتبع الكرة كما ينبغي. ركنية لمصلحة الفقطيف، ركنية لمصلحة الفقطيف، ونلعب الدقيقة 28. وماذا يقول السيد بالقاسم؟ يقول ضربة 6 امتار لمصلحة مولودية العاصمة والحارس عبدوني. توقفت الثلوج عن السقوط وربما سنحضر الآن للعب الجميل. سهام وكرة سهلة بالنسبة للحارس العملاق مزاير، مزاير من مواليد 76. معيزة أمامكم ليحمل رقم 5 في صفوف فاق الصيف، يلعب في محور الدفاع، لاعب سابق في صفوف شباب قسنطينة، إمكانية طيبة في الدفاع ويحسن الهجوم أيضا. إن شاء الله السلامات لمعيزة، يقدم بل ما كانتش إصابة خطيرة وبالتالي سيعود أو سيلتحق بتشكيلته لمواصلة ما تبقى من هذه المرحلة الأولى والمباراة ككل مع حاج عيسى. ثم بوضياف، بوضياف إلى من؟ إلى يونس، يونس وزميت لبابوش، بابوش من هناك طويلة من بابوش، كل الكرات صوب دهام وبعداش، وخروج الكرة 6 أمتار رغم المضايقة نتاع اللاعب بوغاش. هذا لحلوح وبوغاش، واحد من العناصر الخطيرة في صفوف مولودية العاصمة. حماد وزميت، بابوش، ثم يونس، حاج عيسى، لحلوح أو بنوناس، عاود يسترجع الكرة، صراع كبير على الكرة، معركة كبيرة على الكرة، في الأخير يحسم الموقف الحكم ويقول مخالفة لمصلحة وفاق الصيف. بعيدة إلى الأمام وتدخل الدفاع المشكل من بابوش، بوعصيدة، بوضياف وبوزيد. يزيد في حديث مع العبدوني. الآن دفاع المولودية بدون خطأ، يزيد وبابوش من سيتولى التنفيذ. بابوش ناحية الدهام ما توصلوش، ثم بنو الناس، الحكم يترك اللعب. دهام، زميت، زميت لمن؟ يونس تقص الكرة ومعيزة، بن شايرة، بن شايرة، ثم رايس، رايس كرة بينية وانطلق بورحلي، انطلق بورحلي وتوغل في منطقة العمليات والعبدوني، توغل انطلق وتوغل وسدد وممتاز العبدوني في المكان المناسب. انطلق بورحلي وتوغل في منطقة العمليات والعبدوني كان في المكان المناسب. من اللقطات الساخنة لوفاق الصيف، رايس لبطواف، بطواف كرة لصالحه بعد تدخل بوضياف، وتبقى الفرجة بطبيعة الحال في المدرجات.
النوناس حاول بالعرض يغير تماما امكانيات طيبه في وسط الميدان. رايس مليحه الكره هذه ليخلف يخلف يقبل الكره بالطواف بالطواف يحاول كما جات يعكس الكره وترجعها من قبل الدفاع حمادو بسرعه لبوغاش بوغاش امامه بعداش ودخل يفضل بعداش انطلق بعداش من هناك على الناحيه اليسرى وخروج الكره ضربه زاويه او ركنيه لمصلحه بعداش اللاعب السابق في صفوف اتحاد البليده. بعداش من مواليد 76 امامكم قامه طويله وامكانيات كبيره في الهجوم يشكل القاطره الاماميه للمولوديه العاصميه مع زميت وضربه زاويه. ونلعب سيداتي سادتي 33 دقيقه 0 مقابل 0 بين وفاق سيف صاحب الارض ومولوديه العاصمه في انتظار نتيجه هذه الركنيه ملعوبه وتقص تقص على مستوى القائم الاول والانطلاقه من حاج عيسى. حاج عيسى لبطواف مد الكره ثم اطلبها بورحلي بورحلي امام حاج عيسى يفضل المراوغه بورحلي بورحلي السداد والدفاع كان اناني نوعا ما هنايا بورحلي لانه حاج عيسى كان طلب الكره مرفوعه ناحيه القائم الثاني وحاج عيسى على الطاير وتدخل الدفاع تدخل الدفاع تاع المولوديه بانو ناس ويبقى الوفاق في اثلاثنا شكل خطر يخلف مراقبه بالصدر في وسط الميدان مع رايس يرفع راسه ورايس والبحر انا رفيق يجد يخلف يخلف ومراوغه كوره بينيه وتدخل بوضياف ممتاز بوضياف ناحيه باداش ومدافع ما يقدر يعمل حتى شيء بطبيعه الحال امام اربع مهاجمين. باداش معزول والتفوق لدفاع وفاق الصيف مع رايس اللاعب البديل مكان دبوس بالطواف وتمريرات موفقه بين عناصر وفاق الصيف وبوضياف دائما بالمرتاد وخروج الكره للتماس. يخلف إعادة للميدان الرايس أو معيزة بنو ناس لبنشيرة عز الدين بنشيرة وباداش والدحان بوضعية تسلل واضحة اعتماد الدفاع الخط من قبل عناصر وفاق الصيف في هذه الأثناء. دائما المقابلات بين التشكيلتين تكون جميلة وجميلة جدا اللي ترى واللعب الجميل. انطلق بعداش من هناك على الناحية اليسرى امام دحان فقط وكأني بالسيد سعد نور الدين يطبق في خطة دفاعية والاعتماد على الهجوم المعاكس حماد ودهان في منطقة العمليات وتدخل الشاب دلهم كما جاءت لحول رقم 29 يونس التسديد وفوق المرمى. امامكم يونس من مواليد 82 في حديث مع الرفقاء نتاعو وغيابات كثيره من جانب المولوديه ومن جانب الوفاق مع القائد بورحلي. بورحلي يحاول بورحلي يفتش عن الحلول المناسبة. حاج عيسى ودلهم بذكاء بوغاش يفتك الكرة بوغاش وباداش ووضعية تسلل يحاول فريق مولودية العاصمة قلت منذ البداية الاعتماد على الأسلوب المباشر الستيل ديراكت من الدفاع إلى الهجوم. حمادو مادو ولياقة بدنية كبيرة لدى هذا اللاعب اما الحكم فيقول مخالفه لصالح وفاق الصيف مع حاج عيسى او عيسى حاج من هناك لبورحلي بورحلي ووحده وحده بوضياف حمادو ضميت لبوضياف بوضياف وضميت من هناك لباداش ودهام ينتظر في وصول الكرة. باداش يحاول المراوغة يحاول يتوغل
ما خرجتش الكرة. بانو ناس مباشرة لبن شعيرة. بن شعيرة يعود إلى الدفاع ودلهم. تبقى الكرة بين أخذ ورد في معسكر وفاق الصيف. الكل واقف. هذا جناح المولودية العاصمية بقيادة الكوتش سعد نور الدين. البداية لهذا المدرب كانت هذا الموسم في الدرجة الثانية في القسم الوطني الثاني ومع مولودية بجاية. سبق لي نور الدين سعدي وان درب وفاق الصيف والمولودية العاصمية ايضا. عاد للميدان ومراقبة على سيق على كل لاعب. يسعد بورحلي يحاول وتقص الكرة من جديد. نقترب من الدقيقة الأربعين وسعدي نور الدين واقف قلق وحيرة تبدو على محياه مع مساير كما جاءت. رايس لدلهوم. دلهوم وحاج عيسى. حاج عيسى يبحث عن رفيق غولي. ممتازة الحركة الفنية. يتمتع بفنيات كبيرة اللاعب حاج عيسى. الجمهور وحتى نحن طبعا نتجاوب مع اللقطات الفنية الجميلة لأنه بالدرجة الأولى هذا حسب اعتقادي كرة القدم فرجة وفنيات وأهداف بطبيعة الحال إلى جانب الروح الرياضية. معيزة. معيزة يحاول. معيزة لحاج عيسى يوصل له الكرة. عملية الوان تو والحكم يقول لمصلحة مولودية العاصمة. تفصلنا خمس دقائق عن المرحلة عن نهاية المرحلة الأولى دون احتساب الوقت بدل الضايع. هذا رايس وبورحلي. بورحلي يحاول تسديد. بورحلي ممتازة. تسديدة قنبلة قوية وقوية جدا وجانب القائم. تسديدة من بورحلي. تسديدة من بورحلي. شوف الإعادة والعمل الجيد من رايس وباليمنى قوية وقوية جدا تجانب مرمى الحارس عبدوني. من اللقطات الخطيرة. توقفت الثلوج عن التهافل وبالتالي الآن نبدأ اللعب الجميل. تعودت التشكيلتين على اللعب الجميل. يخلف للوراء مع من؟ مع معيزة. معيزة بين يا لدبوس. دبوس وانطلق حاج عيسى. حاج عيسى وامامه زوج من المدافعين ويستفيد من مخالفات في وضعيه جيده جدا للتسديد. من سيتولى التنفيذ امام الكره؟ غنوناس يخلف. شوف الاعاده مره اخرى وفيه خطا على حاج عيسى. خطير حاج عيسى لما تكون الكره عنده. يمشي للمهاجم يبروفوك لادفيرسير كما يقال باللغه الاجنبيه. هذه من الفيزات اللاعبين الكبار. مخالفه ليست بعيده عن خط 16 متر فاصل 50 والجمهور يبقى ينتظر ويصنع في الفرجه في مدرجات ملعب الثامن 45. مدرجات مكتظه عن اخرها بالرغم برود الطقس وتساقط الثلوج الا ان الجمهور الصيفي حاضر وقادر بقوه لمتابعته عن قرب. هاته المباراة العبدوني امامكم. يحاول تسديد من؟ الحكم يقول خطأ لمصلحة المولودية. رقم 20 بوزيد يحمل الكرة ويضعها في مكان ارتكاب الخطأ. من اللقطات الساخنة كانت واحدة او الاخيرة من يسعد بورحلي. طويلة والامام من ناحية دهام وتقص. تقص الكرة وخروجها للتماس. تماس لمصلحة وفاق الصيف مع دلهوم. بدا يفرض نفسه
فرم نفسه حقيقة الشاب بالهم هذا في صفوف في تشكيل في فاق السيف ومرواني مال عبدوني مروان إن شاء الله السلامات يا مروان. سقوط غير موفق لمروان عبدوني. شوف بعد الكرة البينية بطواف وصعود صعود العبدوني وسقوط إن شاء الله سلامات لمروان عبدوني. شكرا للزملاء التقنيين اللي حقيقة يعملوا في ظروف صعبة للغاية نتيجة الظروف المناخية الصعبة. هذا جناح بدلاء وفاق الصيف ودراج العايد بقوة بعد لعنة الإصابة التي لحقت هذا اللاعب. نذكر بالبدلاء بالنسبة لفاق الصيف دراج فلاحي رايس اللي كان دخل في مكان اللاعب دبوس بوعظم سفيان جابو زروال والحارس الثاني قريشي. بالنسبة للمولودية العاصمية مكسر في قدور نايوف العربي خضري بارودي والحارس الثاني عز الدين. النتيجة مرسومة أمامكم 0-0 دقيقة واحدة أو أقل تفصلنا عن الوقت الرسمي من المرحلة الأولى دون احتساب الوقت بدل الغاية. شوف الرياح القوية شوف سقطت على إسراء قوة هب الرياح. الكرسي البدلاء تاع وفاق الصيف او تاع المولودية العاصمية سقط نتيجة الرياح القوية والقوية جدا التي تهب على الملعب والتي تعيق السير الحسن لهذه المباراة. لولا صعوبة المناخ لكنا حضرنا لمقابلة كبيرة لأن التشكيلتين عودتنا على الأداء الجيد والأهداف الجميلة مع معيزة. حسن الحظ ما فيه ولا إصابة. سلامات لكل البدلاء وللطاقم الإداري والفني لمولودية العاصمة. نعود إلى المستطيل الأخضر. الكرة مع يخلف وفيه 3 دقائق كوقت بدل ضايع. 3 دقائق كوقت بدل ضايع. ذهاب في صراع كبير مع لحلوح والتفوق للحلوح مع معيزة. معيزة ولحلوح يحسن التصرف. معيزة تأني كبير. لحلوح ثم معيزة. معيزة كرة أرضية لبن شعيرة. من جديد الثلوج تتساقط بغزارة على أرضية ملعب 8 ماي 45 مع لحلوح. الاستقبال يخلف بالطواف يطلب الكرة وتوصله. يمشي بالطواف ناحية اليسار وتدخل موفق للاعب رقم 20 بوزيد أمامكم. حاج عيسى الحراسة مضروبة عليه. الحكم ماذا يقول؟ يقول إعادة للميدان لمصلحة وفاق الصيف واللاعب يخلف. يخلف وبالطواف بالطواف من هناك وبابوش في المكان المناسب. حمادو من جديد لرايس. رايس ملعوبة بسرعة سرعة وخروج الكرة 6 أمتار لفائدة مولودية العاصمة وتبقى النتيجة 0-0. اللاعب البديل رايس من مواليد 76 هو اللي كان وراء اللقطة الأخيرة هذه. العبدوني مروان حارس مولودية العاصمة بعيدة إلى الأمام. مادو مراقبة بالصدر ثم بعداش بوغاش والدهام في وضعية تسلل ورايا لوفاق الصيف 0-0. دقيقة واحدة تفصلنا عن نهاية المرحلة الثانية هذه طبعا باحتساب الوقت بدل الضايع. حكم يقول لمصلحة بابوش
دائما مباراة الوفاق والمولودية تستقطب أعداد هائلة من الجماهير بالنظر للسمعة الطيبة اللي يتمتع بها كل فريق. البطاقة الصفراء لبوعصيدة كمال. بوعصيدة كمال خريج المدرسة العنبية وفي أدلتنا سيداتي سادتي سيد بلقاسم حكم اللقاء يعلن عن المرحلة الأولى بتعادل سلبي 0-0. ألقاكم إن شاء الله خلال المرحلة الثانية.